السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. إزيكم حبايب قلبي، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا في أتم صحة وأحسن حال. تعالوا بقى معايا البوتاجاز كده، هوريكم طريقة عمل الرز معايا المصري. 5 كوبايات رز، هغسلهم وهرجع لكم تاني. دلوقتي جبت حلة على البوتاجاز وفيها حوالي 2 معلقة سمنة ومعلقتين زيت، وايد عليهم البوتاجاز. السمنة والزيت لما يسيحوا، اما يسخنوا يعني. ليه بحط سمنة وليه بحط زيت؟ السمنة طبعا بتدي طعم كويس قوي للرز، والزيت بيخلي حبايه الرز بتبقى لونها لامع وبيبقى شكلها حلو وبتبقى مفرفر. طبعا الرز بيختلف من يعني حبايه الرز بتختلف من حبايه لحبايه. في رز بياخد زياده في الميه، وفي رز بياخد المقدار اللي هو العادي اللي احنا كلنا عارفينه. كوبايه الرز لها كوبايه ميه، كوبايه الرز لها كوبايه ميه. لكن لما يكون الرز عندي بيحتاج ميه زياده، باجي مثلا بسويه على هذا الاساس واجي اشوف استوى ولا لا، الاقيه محتاج شويه ميه، يبقى اتعودت من اول مره عرفت نوع الرز، يبقى الكوبايه منه كوبايه الرز عليها كوبايه وربع ميه. خلاص كده بقى نبدأ نشتغل. هنزل الرز كله كده، وهبدأ أقلب الرز في السمنة والزيت علشان يشرب منه. كده اتأكدت ان انا قلبته كويس عشان يشرب بقى من الزيت والسمنة اهو. هبدأ بقى احط له الملح. بحط له حوالي معلقة ملح كبيرة طبعا، وبرده اقلبه بالملح كله. الرز لما تشوحيه بيبقى طعمه جميل طبعا، احلى ما بيبقى انت عاملاه بعقد واحد. بس ما اكذبش عليكم، ساعات بضطر برضو ان انا اعمله عقد واحد من غير ما اشوحه، بكون مش فاضيه مضطره. سمان الصوت كده بدأ ينشف اهو، بدأ الرز يعني يشرب السمنة والزيت. التاني هقلب فيه
خلاص كده. طبعا زي ما انا حاطه عايره الخمس كوبايات رز هجيب لهم خمس كوبايات ميه سخنه، هجيب خمس كوبايات ميه سخنه عشان يطلع الرز جميل. بس انا عايزاه يتشوح شويه. كده خلاص بقى المرحله ديت هبدا اضيف الميه له، الميه السخنه. واسيبه طبعا عالي عليه لغايه ما يبدا يتشرب الميه اللي فيه، وابدا اوطي عليه. كده بقى غطيته واسيبه لغايه ما يشرب ميته، وابدا اوطي عليه. وكده زي ما انتوا شايفين الرز نشف ازاي. وطيت طبعا عليه البوتاجاز وغطيه بقى تاني، وعشر دقايق وابدا اقلبه من تحت لفوق عشان لو في رز مثلا مستواش ولا حاجه يبدا يستوي. ارفعه اخلي اللي تحت فوق واللي فوق تحت. دلوقتي بعد العشر دقايق هبدا بقى اقلبه كده، بغرس كده المعلقه واجيب من تحت لفوق كده اهو اهو، واجيب هنا اهو. وابدا اغطيه تاني واسيبه لما يستوي، يعني حوالي مثلا نص ساعه كده، وابص عليه. وكده قلت اما اشوف بقى الرز، شوفوا بقى استوى ولا لسه. لا كده استوى بقى، وكده بقى مظبوط هطفى عليه. ودي كانت طريقة عمل الرز المصري، يا رب تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك في القناة، وأحلى كومنت منكم. مع ألف سلامة، مع السلامة.